الجزء الاولاني احنا كده خلاص خلصناه، اللي هو الكاد والريفت والمشروعين، وكان فيهم اللاترال لود والفاونديشن. هعدي بس على الجزء الثالث اللي فيه اللي هو الخزانات، لان ده عشان اشرحه لازم اخد السكتش اب الاول. فانا هاخد ده، وبعد ما اخد ده افتح في الايه، في الجزء الثالث في الثاني زي ما انا عايز، عشان ده ما يعطلش. الجزء بتاع الخزانات عايز الاول اتعرف على انواع بتاع الخزانات، تاني حاجه وظيفه الاليفيتد تانك ايه، الحاجه اللي بعد كده تصميم الخزانات، ايه الفرق ما بين تصميم القطاعات بتاع الخزانات والقطاعات التانيه العاديه، ازاي اعمل موديل بتاع الكلام ده على الساب، وده لحد كده اللي انا هعمله النهارده. المره الجايه انا هصمم القطاعات بتاعه الخزان نفسه واطلع حديد التسليح، المره اللي بعدها انا هصمم الفاونديشن بتاعه الايه، بتاعه الخزان. طيب الاول انا عايز اعرف انواع الخزانات او كلاسيفيكيشن اوف تانكس. عندي كذا تصنيف للخزانات بالنسبه للمكان بتاع الخزان. بيقول لك خزان elevated، يعني خزان ده منسوب سطح الارض وعامل عمدان او حيطه خرسانه وهو مرفوع عليه. وفي خزان اسمه جراوند، يعني محطوط على سطح الايه، على سطح الارض. وفي اندر جراوند تانك، يبقى elevated وجراوند والاندر جراوند. اندر جراوند زي مين؟ زي حمامات السباحه. حمامات السباحه بتبقى اندر جراوند زي الخزان بتاع البنزين. انا بتكلم دلوقتي عن خزانات المياه. طيب تاني تصنيف بالنسبه للشكل، according to shape، يا اما rectangular tank يا اما دائري يا اما اي شكل تاني، سداسي ثماني زي ما يبقى. الحاجه اللي بعد كده according to wall base connection، الوصل ما بين الحيطة والأرضية ممكن تكون ريجيد، يعني الحديد بتاع ده بيخش جوه زي دي، عايز زي بتاع الفريم. وفي وصلة تانية بنسميها سلايدنج بيز، يبقى ريجيد كونكشن. وفي حاجة اسمها سلايدنج بيز. ايه السلايدنج بيز؟ بيروح عامل الأرضية ويروح عامل هنا الحيطة، بس الحديد بتاع الحيطة ملوش دعوة بمين؟ ملوش دعوة بالأرضية، بيروح حاطط هنا بتومين عشان يمنع تسرب المية. دي بنسميها سلايدنج بيز تانك. يبقى تصنيفات الخزانات تاني، عندي ثلاث تصنيفات للمكان بتاع الخزان. عندي اليفيتد تانك، خزان مرفوع منسوب سطح الارض، وجراوند تانك، وعندي اندر جراوند تانك. اكوردنج تو شيب، للشكل بتاع الخزان، يا مستطيل يا دائري اي شكل تاني هو هيقول لي عليه. according to wall base connection، عندي يا اما ريجيد يا اما سلايدنج ايه، سلايدنج بيز. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عنها، ليه انا بعمل خزانات اصلا او وظيفه الخزانات؟ بالذات الاليفيتد تانك. انا لو قلت لك ده الزمن وده الاستهلاك، ده الزمن وده الاستهلاك او كميه الميه، مش المحطه بتاعت الميه عندك بيبقى فيها مضخات؟ المضخات دي شغاله بمعدل ثابت على مدار اليوم. طيب لو جيت ابص على الاستهلاك بتاع الافراد في الفتره بتاعت الليل، الاستهلاك قليل، في الفتره بتاعت النهار الاستهلاك اعلى، فهتلاقي الاستهلاك مره اقل من اللي المضخات بتعمله ومره ايه؟ اعلى. ففي الحته دي المضخات بتضخ ميه، الناس بتستهلك اقل منها، يعني المضخات بتضخ لك 100 لتر، الناس بتستهلك 60 مثلا، يبقى في فرق ميه. مش الفرق ده ممكن يعمل لك ضغط على المواسير يفجرها لك؟ طيب النقطه الثانيه، ده الاستهلاك بتاع الناس اكتر من ضخ المضخات، يعني الناس بتستهلك 100 انت بتضخ لهم 50، في فرق في الايه؟ في فرق ممكن يعمل لك عجز في الايه؟ عجز في الشبكه. فبنعمل ايه؟ بنعمل خزان. وظيفته ايه الخزان؟ هذا المواسير بتاعت الشبكه ماشيه عادي،
نروح مطلعين هنا ماسوره جوه الخزان. في الاوقات بتاعه الفائض خلاص الضغط زاد في الشبكه، اوتوماتيك الميه هتطلع لمين؟ للخزان. يجي في الاوقات بتاعه العجز خلاص الضغط هنا قل، اوتوماتيك الميه هتروح نازله للايه؟ نازله للشبكه. يبقى احنا بنعمل وظيفته ان انا اخزن الميه في اوقات الفائض واسرب الميه في اوقات العجز. ثاني حاجه بحسن الضغط في الشبكه، يعني تخيل ان انا في هنا بيت جنب الخزان، هل ده محتاج موتور؟ نقدر الميه بتطلع لحد ارتفاع الخزان من غير ايه؟ من غير بمب. دي صحيه اكثر منها ايه؟ منها خرسانه. نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو كخرسانات بقى، اللي يهمني الراجل بتاع الصحيه هيقول لي انا عايز خزان ابعاده كذا بالساعه بتاعته كذا، ده مش شغلتي. اصممه بقى ازاي كاستراكشر، او ايه الفرق بين تصميمه وتصميم القطاعات الثانيه؟ لو قلت لك ده شكل مومنت على شريحه في خزان، وجيت على سيكشن زي ده وسيكشن زي ده، سيكشن ده سيكشن واحد، دي للسهم بتاع المومنت، مش جوه الخزان هنا في ميه، دي للسهم بتاع المومنت بره صح؟ يبقى الشد بره الخزان والضغط جوه الخزان. الخرسانه عندك بتشرخ في الشد ولا في الضغط؟ في الشد. يعني بنسمي السكشن ده بنسميه اير سايد. يعني ايه اير سايد؟ يعني الشروخ اللي بتحصل فيه بتحصل ناحيه الهواء. سكشن 2 جاي كده. الشد حاصل فين؟ جوه ناحيه الميه. فبنسمي السكشن ده بنسميه ووتر ايه؟ ووتر سايد. طيب انا استفدت ايه؟ عرفت ان السكشن ده ووتر سايد والسكشن ده اير سايد. هل ينفع اسمح ان الخرسانه دي تشرخ في السكشن ده؟ يعني انت عندك قطاع بتاع الخرسانه الشد هنا، فطبيعي الشروخ هتبقى هنا. لو دي شرخت وفيه ميه ايه اللي هيحصل؟ الميه هتتسرب لمين؟ هتتسرب لجوه الخرسانه، هتعمل لك صدف مين؟ صدف الحديد. فبنعمل تشيك في الووتر سايد، بنصممه ان كراكد سيكشن، يعني ما بنسمحش بالشروخ. ما بنسمحش بالشروخ ازاي؟ بنحسب الالاول تنسايل ستريس اوف كونكريت اللي هو اف 6 ار بيساوي 6 من 10 جذر مين؟ اف سيو. لا كمان انا بقسمه على معامل الامان اسمه ايه؟ وبجيب الاكشوال تنسايل ستريس واقارن اشوف الاكشوال ده اقل من الاول ولا لا. لو اقل من الاول يبقى انا خلاص، يعني انت جاي لك مثلا واحد والخرسانه تقدر تشتغل 2.5 مثلا، يبقى انت كده تمام. لو افرض اكتر من الاول، يعني انت جاي لك مثلا 3 والخرسانه تقدر تشتغل 2.5، يعني هيحصل في الحاله دي ايه؟ هيحصل في حاله الشروخ، وانا مش عايز الحته دي تحصل، فاروح مزود مين؟ اروح مزود الابعاد. يبقى التصميم بتاع قطاعات الخزانات بيزيد عليها حاجه صغيره بس، ان انا بعمل تشيك على الايه؟ تنسايل ستريسز. كنت انا في عشان اخش بقى في الجزء اللي بعد كده اللي هو الموديلنج. موديلنج على الساعد. كنت قلت لك السيف هو الوحيد اللي يفهم لك موضوع الكراكنج ده. بتروح انت اللي كراكنج موديل ستراكشر تعرفه له وتعرف له الايه، وهو بيتعامل مع نفسه كده ويحسب الاي افكتيف والاي ايه كراك. في الايتابس حلينا المشكله دي ان انا دخلت له حاجه اسمها السيت ايه؟ سيت موديفاير، رحت مقلل الانرشيا بتاعت الحيطه ب 7 من 10 والعمود وهكذا. هنا السيت موديفاير بتاع الخزانات بكام؟ السيت موديفاير، السيت يعني ايه السيت موديفاير؟ السيت موديفاير عندي اي افكتيف واي جروس. اي افكتيف دي بيساوي النسبه من الاي جروس اللي هي بيف اتش تكعيب على كام؟ على 12. فكنا بناخدها مثلا 7 من 10 او نص على حسب العنصر اللي انا بصممه. الخزانات بقى ناخدها بكام؟ هنا انا هاخد السيت موديفاير بتاع الخزانات بواحد. ليه؟ لان انا نفسي ما بسمحش بشروخ. انا ما بسمحش بشروخ، يعني كده كده الاي افكتيف هي مين؟ يا يا الاي جروس. تعال نشوف الخزان اللي عندنا ونشوف هنعمل فيه ايه. طيب الخزان ده القطر بتاعه ب 15 متر، والجزء ده اللي هو الشافت
ده جزء مجوف كده جوه الخزان، بندخل منه المواسير، المواسير اللي طالعه من هنا من الشبكه. وارتفاع الميه فيه، الفرق ما بين الاثنين دول اللي هو كام؟ 4 متر، والحته دي متر خمسة وايه؟ متر 85. وعندك مرتكز على شفط مش عمدان، يعني حيطه داير ما يدور كده، والبلاطات دي ده منسوب سطح الارض، وعامل اول بلاط عندك على ارتفاع 60 سنتي، وبيعمل مثلا سلمتين هنا ولا حاجه، يقوم طالع للايه؟ طالع المنسوب ده، بيروح عامل جوه هنا سلم داخلي عشان لو في عامل طالع يعمل صيانه ولا حاجه يطلع على الايه؟ يطلع على السلم ده، ويروح عامل هنا حاجه اسمها سلم بحاري، ان هو يقوم طالع على الايه؟ على الشفط دي، ويطلع جوه الخزان يشوف الايه؟ ايه المشكله اللي عايز يصلحها. طيب انا فهمت كده الخزان، عايز ادخل خزان زي ده على السام مثلا عشان ابدا احط عليه الاحمال. اول حاجه انا هاخد سنتر لاين، هذا سنتر لاين، هروح واخد كده 7 متر ونص، وانزل الفرق ما بين الاثنين دول متر ونص، مش كده؟ انا جبت نص القطر، 7 ونص، 7 ونص، وانزل كده متر وايه؟ متر ونص. ده اول خط انا عايز ارسمه. الخط ده بيمثل لك ايه؟ كون مخروط. طيب الارتفاع ده من اول من هنا 1970 لحد هنا، 1470 لحد الارتفاع بتاع الحيطه ده 5 ايه؟ 5 متر. يبقى انا عايز كده 5 متر. عايز ايه تاني؟ انا عايز من النص هروح واخد متر ونص، واروح عامل مين؟ واروح عامل الحيطه دي، يبقى انا هاجي من اول من هنا كده، من اول من هنا، واروح واخد ايه؟ متر ونص، واروح عامل الحيطه دي، الحيطه دي ارتفاعها قد ايه؟ الحيطه دي ارتفاعها هيبقى اللي هو لغايه قصاد الحته دي، يبقى انت عندك كده 7 متر 20. واروح عامل مين؟ الارضيه، عندك كده ارضيه كام؟ متر 85. برسم مين؟ برسم الجزء ده، وده اللي هو الايه؟ وده اللي هو الشافت، الشافت ده ارتفاعه كام؟ الشافت ده ارتفاعه الحته دي كده 12 ونص من الصفر، يبقى انت عندك كده 12 متر ونص فوق الارض، وعندك تحت الارض قد ايه؟ مترين، والمترين ونص، يبقى انت عندك 15 متر. ده كده الابعاد بتاعت الايه؟ الابعاد بتاعت الخزان. انا عايز انقل الخزان ده عند الصفر والصفر، وهمسكه من النقطه دي اللي هي اوطى نقطه في ضغط الميه، مش هي دي؟ واروح ناقله، قلت له ام مسطره، ام مسطره، هيقول لي سيلكت اوبجكت، رحت معلم على الخزان، اقول له البيز بوينت اللي انا همسك منها اللي هي مين؟ اللي هي دي. واروح جاي على الديسبليسمنت دي، اقول له صفر وصفر. وقلت لك دايما اكتب الديسبليسمنت تحت هنا. ده الخزان ما عدتش عايز ده، وما عدتش عايز ده كمان. أضيف لير جديدة وسمى أي مسمى، تانك مثلا، واديها أي لون، وراح مدخل دول على اللير دي تانك، وأقول له فايل سيف أز. أنا هسيف هنا دي إكس إف، لأن الساب عايز ملفات دي إكس إف، وهسيف على نسخه قديمه. يعني انت عندك الكاد 2017، بس ممكن يكون نسخه الساب عندك قديمه شويه، فسيف على 2000، ده هتشتغل على اي ساب ايا كان بقى. وعلى الديسك توب مثلا، واسمي ده الخزان. واقفل خلاص، ده ما عدتش عايزه.
افتح الساب، دي الايقونه بتاعت الساب. والفيرجن بتاع 18 و19 كويسه بتاعت الساب، فيها حاجات جديده. اقول له من فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف فايل، فين ملف الدي اكس اف؟ على الديسك توب اللي اسمه 21، واقول له اوبن. في عندي هنا حاجتين، اليونتس انا شغال كده كيلو نيوتن ومتر وسليزرز، تمام. الجلوبال اب دايركشن، خلي بالك اللي انت رسمه ده قطاع راسي في الخزان ولا بلان؟ قطاع راسي. انا المحور اللي عندي ده اكس، ده واي، ده زد. اكس واي زد، لو انا راسم بلان يبقى الاب دايركشن العمود عليها هو مين؟ طب انا راسم اليفيشن يبقى العمود عليها هو مين؟ محور واي. يبقى الجلوبال اب دايركشن هو الواي بالموجب والوحدات بالكيلو نيوتن متر سيز، واقول له اوكي. انت عايز تستورد ايه؟ اللي كان اسمها مين؟ التانك في الفريمز مثلا، واقول له اوكي. ما تقريش حاجه، هات الاكس زد، لان انت قايل له جلوبال اب دايركشن بتاعك هو مين؟ لو قلت 3 دي كده اهو اكس زد، ده جاب لك اليفيشن. انت عارف لو قلت له زد هو العمود عليه كان جاب لك ده ايه؟ مايل كده، قايل له الاكس زد. قبل ما ترسم اي حاجه او تعدل في الحاجات دي تحولها لمساحات، لازم اعرف الحاجات اللي عندي دي ايه، القطاعات اللي عندي اللي انا عايز اعرفها. عايز اعرف رقم واحد الكون او الكفرنج كون. ممكن الكون ده يكون مكانه قبه، ايه اللي هيختلف؟ ان ده هيبقى ارك. عايز اعرف تاني حاجه الوول، عايز اعرف بعد كده اللور كون، عايز اعرف السلاب، وعايز اعرف الشافت، عايز اعرف السبورتنج شافت، الشافت اللي هو الكبير. يبقى ديفاين الماتيريال الاول، موديفاي شو ماتيريال او اد نيو ماتيريال. اخليها ايه؟ يوزر وكونكريت، واقول له اوكي كونكريت. وانا هعرف هنا اف سي يو بكام؟ 30 مثلا. والوحدات كيلو نيوتن ومتر وسليزيوس ولا نيوتن وملي؟ نيوتن وملي متر وسليزيوس. الوحدات 4400 في اف سي يو اللي هي جذر الاف سي يو ب 30 اس كام؟ اس نص. تمام كده؟ واقول له اوكي. اوكي. ديفاين، اعرف بقى السكشن اللي انا قلت عليه، سكشن بروبرتي دي مساحات ولا فريم؟ فريم سكشن اللي هي عمود او قمر. لا دي مساحات. اريا سكشن، اد نيو سكشن. عايز اعرف اول حاجه مين؟ كفرنج كون. ده ابعاده 10 سم كفايه. والماتيريال اف سي يو كام؟ اف سي يو 30. سيت موديفاير بكام؟ بواحد كله، مش هعرف مش هعدل في دول حاجه، لان كده كده انا مش سامح ان في ايه؟ ان في كراكس تحصل. ايه؟ سيكنس 10 سم، ده مش شايل حاجه. اقول له اوكي. اد نيو سكشن، اعرف مين؟ الوول. الوول مثلا انا هبدا ب 40. طب على اي اساس؟ انا لسه هعمل تشيك ستريس واشوف ده مسيف ولا لا. 4/10. والماتيريال اف سي يو كام؟ 30 ومفيش ست موديفاير، اقول له اوكي. اد نيو سكشن، اضيف مين؟ لور كون. برضه نخليه 40. 40 والماتيريال كام؟ اف سي يو 30، واقول له اوكي. اضيف ايه تاني؟ انا ضفت دول. اضيف اللور سلاب. لور سلاب والابعاد بتاعتها برضه 40 والماتيريال اف سي يو كام؟ 30، واقول له اوكي. مين تاني؟ الشافت. شافت، واقول له السكنس بتاعه ده مثلا خليه 2/10. طب ليه ده؟ ليه ده بالذات 2/10؟ لان الخزان عندك الحله بتاعت الخزان المحيط اللي بره ده الميه بتضغط عليه لبره عايزه تفتحه، انما الشافت الميه بتضغط عليه
لجوه، بتعمل عليه قوة ضغط. فلما بتعمل عليه قوة ضغط، الخرسانة بتتحمل ضغط ولا لا؟ بتتحمل ضغط، فأنا مش محتاج القطاع الكبير ده، فأنا أعرف 20، نفع نفع ما نفعش ما نفعش، فالغالب هيمشي. وأقول له الماتيريال كام؟ اف سي 30، وأقول له أوكي. لسه مين؟ أنا عرفت ده كله. لسه السبورتنج شافت. أد نيو سيكشن، وأقول له السبورتنج شافت. وهخلي السيكنس بتاعه ب 60، واقول له ايه اف سي 30، واقول له اوكي. انا كده عرفت قطاعات البلاطات. عايز اعرف قطاعات الكاميرات، الرينج بيم اللي هنا والرينج بيم اللي هنا. ديفاين سيكشن بروبرتي فريم سيكشن اد نيو بروبرتي كونكريت ريكتانجل، خليها 30 في 70. السمك تي 3 اللي هو العمودي على التي 3 على المحور 3 ده قد ايه؟ العمود على المحور 3 اللي هو ب 3 من 10. تي 2 العمود على محور 2 اللي هو ب 7 من 10 لان دي هوريزونتال بيم. الماتيريال اللي هي اف سي يو 30، واقول له اوكي. اقول له اوكي. انا مش محتاج ان انا احط هنا كاميرات. عايز بعد ما عرفت القطاعات بتاعت البلاطات، عرفت القطاعات بتاعت الكاميرات، عايز احول الخطوط اللي عندي دي لبلاطات، عايز احول النقطه دي لكاميرا. ابدا بدي، اقول له edit extrude point to frame radial 30 في 70، ده القطع اللي انا هضيفه. انت عايز تعمل روتيشن او هتلف حوالين محور مين؟ حوالين محور زد. نقطة الروتيشن اللي انت هتلف حواليها اللي هي نقطة الصفر والصفر. انكريمنت داتا، انكريمنت داتا عندي الزاوية دي انا هقسمهم نفس التقسيم بتاع البلاطات. لو قلت ده 24 يبقى ده 360 على 24. اقول له اوكي. هات 3 دي كده. حول لك النقطة اللي هنا دي لمين؟ حول لك النقطة اللي هنا دي لكاميرا. اللي أنا عملته هنا هكرره مع كل واحدة من دول. عايز بقى أحول الخط ده لمخروط. أروح أعلم أول حاجة على مين؟ أقول له إيديت إكسترود إكسترود لاين تو أريا، يعني لف لي الخط ده حوله للأريا. راديال، راديال. ليه راديال؟ لان انا هحوله حوالين محور مين؟ اكس والله ولا زد؟ زد. النقطه بتاعت الروتيشن صفر وصفر، عشان كده قلت لك وانت في ملف الدي اكس اف خلي دي الصفر والصفر بتاعتك اللي هي بتاعت الايه؟ الميه دي، واقول له اوكي. قبل اوكي انكريمنت داتا، انت عايز ده هو مش هيعمل لك الدايره دي على حته واحده، هيجيبها لك على كذا شريحه، يعني الدايره اهي يروح سيجمنت كده شريحه. انت عايز الزاويه دي كام؟ 30 والعدد كام؟ بحيث لو ضربت الزاويه في العدد يجيب لي 360. فلو جيت قسمتهم 360 على 24 حته يبقى العدد بكام؟ 24. المهم لما اضرب الاثنين في بعض يجيب لي كام؟ 360. طيب افرض كان عندي 9 عمدان، ما عنديش شفطه بس عندي 9 عمدان، تروح معرف النمبر ده رقم يقبل الاسم على 9، خليه 18 مثلا، خليه 27، بحيث ان انت لما تيجي تحط عمود تلاقي فيه حته تعرف تحط فيها الايه؟ تعرف تحط فيها العمود، ما يجيبهالكش في نص بلاطه. تمام كده؟ السكشن بتاع ده اسمه ايه؟ خليت الاكس اوف روتيشن زد. نقطة الأصل صفر وصفر، على أي أساس؟ على أساس اللي أنا مظبطها على الكاد. الإنكريمنت داتا دي في دي يديك 300 وإيه؟ 360، وأقول له ديليت سورس أوبجكت، أنا ما عدتش عايز الخط ده في حاجة، وأقول له أوكي. هات 3 دي كده، رسم لك الإيه؟ رسم لك الكل. هات الإكس زد، اللي أنا عملته في ده هعمله، بس إيه اللي هيتغير في الباقي؟ القطاعات. أقول له إيديت إكسترود
line to area. radial z 0 0 15 24 والسكشن هيبقى الايه؟ الوول. واتاكد ان ديليت سورس واقول له اوكي. تمام كده؟ طيب هروح معلم على ده. edit extrude line to ايه؟ line to area. ايه اللي هيختلف؟ السكشن هيبقى اللور ايه؟ اللور كون اقول له اوكي. ده edit سترود لاين تو اريا اقول له اوكي. ده ادت اكسترود لاين تو اريا ده اللي هو الشافت اقول له اوكي. ما عادش الا ده اكسترود لاين تو اريا ده اللي هو مين؟ سبورتنج شافت اقول له اوكي. تمام كده؟ وصفت الخزان بالقطاعات بتاعته. اوعى تروح جاي اول ما تدخل ملف الكاد وتروح عامل له اكسترود كله مره واحده. انت ممكن تبقى عرفت او دخلت ملف الدي اكس اف كله ممكن في ثانيه تروح عامل ايه؟ الاكسترود. وقابل لي بقى لو عرفت توصفه. يعني انا قلت لك هنا سيلكت سيلكت بروبرتيز اريا سيكشن واخترت مثلا اي حاجه من دول هلاقيها اختارها لك لوحدها. تقول لي سيلكت مثلا عايز الشفط بس اختار لي الشفط بس. انما لو انت معرفهم هتبقى كلها بزراميطه في بعضها سايحه في بعضها. تمام كده؟ طيب اتاكد من حاجه. اتاكد من ايه؟ اقول له فيو ست 3 دي فيو. انا عايز الاكس واي والابريتشر دي خليها بصفر. انا عايز بلان بتاع الخزان ده في 3 دي. اقول له اوكي. ليه؟ عايز اظهر الربع بتاع الخزان بس. انا عايز الربع ده بس. فيو شو سيلكشن اونلي وهات 3 دي. ما هو اللي بيحصل في الربع ده بيحصل على الباقي. واقول له من العلامه الصح دي اللي هي سيت ديسبلاي اوبشنز جنرال اوبشنز واقول له فيل اوبجكت. سيت ديسبلاي اوبشنز جنرال اوبشنز وفيل ايه؟ اوبجكت واقول له ايه؟ ابلاي اوكي. انا عايز دي تبان لي بقى الالوان البامب دي معناها ان ده ظهر البلاطه. انا عايز كل الظهور بتاع البلاطه دي يبقى ناحيه الميه. يعني البامب ده كله يبقى ناحيه الميه. يعني بص لي على الحيطه كده. بص لي على الحيطه دي كده. ماشي. انما ده لا. الشفط ده لا برضه مش ماشي. ناحيه الميه مش دي. البلاطه دي مش ماشي. يبقى انت هتعدل مين؟ عدل ده واحد اثنين ثلاثه الثلاثه دول. اقول له سيلكت سيلكت بروبرتيز اختار الاريا ايه؟ الاريا سيكشن اللور ايه؟ اللور ركون واللور سلاب ومين تاني؟ والشافت. مش دول اللي فوقهم البلاطه مقلوبه؟ ان جوه يعني اه الناحيه الثانيه اكيد حمراء طالما دي بامبي اللي هي اللي بره يبقى ده الثاني. اقول له سيلكت كلوز واقول له اساين اريا. عندك حاجه اسمها ريفيرس لوكال 3 اعكس لي الاوجه دي. اوكي بقى كل البامبي ناحيه الايه؟ طيب ايه تاني اللي مش مظبوط عندي؟ اللي فوق ده يبقى سيلكت سيلكت بروبرتيز اريا سيكشن مين الكفرنج ايه؟ كون واقول له سيلكت وكلوز واقول له اساين اريا ريفرس لوكال ايه؟ لوكال 3. بقى كل البامب ناحيه الايه؟ ناحيه الميه. واقول له فيو شوف. تمام كده؟ طيب فيو سيت 3 دي فيو واجيب له بعد كده الاكس زد واقول له على الصفر. انا عايز اجيب الاليفيشن بتاع الخزان. عايز اقسم بقى الخزان ده لبلاطات صغيره. يعني البلاطه عندك دي كامل 5 متر انا عايز اقسمها حته نص في نص مثلا. على الديسك توب وسيف واقول له اديت اديت اريا ديفايد اريا قسم لي الايه؟
اقسم لي المساحات دي لبلاطات نص نص في نص، بقول له اوكي. عايز اعرف الاحمال، انا كده اللي انا عملته اللي كان الريفت بيعمله لي ان هو يديك الموديل انت تبدا تدخل عليه الاحمال على طول. انا عايز اعرف بقى على الخزان ده الاحمال، عندي دي اللود اللي هو الوزن بتاع الخزان، عندي لايف لود على الكفرنج كون ده بس، وعندي ضغط الميه. ضغط الميه ده عباره عن ايه؟ لو قلت لك ده شكل الخزان، هذا الحيطه وده الارضيه وده الشفط، مش هيبقى عندك على بعد 1 متر من هنا اللي هو الكلير هايت، في عندك هنا ضغط ميه ايه؟ مثلث، هنا بصفر وهنا جاما ووتر في مين؟ في الاتش. وعندك على الحته دي ايه؟ شبه منحرف، هنا جاما ووتر في اتش وهنا جاما ووتر في اتش تانيه خالص اللي هو الارتفاع ده كله. وعندك هنا مين؟ مستطيل. انا بقى مش هقعد اعرفهم واحده واحده، انا هقول له هات لي الضغط بتاع الميه ده كفانكشن او كداله في مين؟ في الارتفاع او في الاحداث زد. فاروح معلم على الخزان ده ايه؟ ضغط الميه، شكل ضغط الميه. اروح معلم على ده بقول له الساين، حاجه اسمها الجوينت باتر. في عندي حاجتين دي كنا بنعملها زمان، دي جديده. دي كنا بنعمل فيها ايه؟ بقول لك دي هيجيبها لك كداله في الاحداثيات اكس واي وايه؟ وزد. الاكس واي في حاجه؟ لا انا عايز مين؟ زد. يبقى المعادله عندي سي زد زائد دي بيساوي ضغط الايه؟ ضغط المي. طيب انا لو قلت له السي دي اللي هي جاما ووتر في الاتش اللي هي الزد، تعال بص كده، زد بتاع النقطه دي بكام؟ بصفر. يبقى ضغط الميه هنا بكام؟ هل الكلام ده صح؟ لا الكلام ده مش مظبوط. فهنعمل المعادله دي نحل معادلتين مع بعض، ان سي زد زائد دي بيساوي صفر عند زد بيساوي الارتفاع ده. انا عايز الضغط عند النقطه دي هو اللي بايه؟ هو اللي بصفر. وسي زد زائد دي بيساوي الارتفاع ده كله عند مين؟ عند النقطة دي اللي هو كام الارتفاع بتاع الخزان ككل؟ في زد زائد دي بيساوي صفر عند زد بكام؟ 6 و2. وسي زد زائد دي بيساوي 26 عند زد بايه؟ بصفر. تحل المعادلتين مع بعض تجيب سي، سي ومين؟ سي ودي. يبقى الدي هنا هيساوي 6.2 والسي هيساوي سالب ايه؟ سالب 1. دي طريقه. الطريقه الثانيه بتخلصك في ثانيه. ايوه بقول لك انت عايز الكوورد زد كوردنت ات زيرو بريشر بكام؟ 26. عايز الجاما ووتر بكام؟ 10. بس بقى عيش مع نفسك. زيرو نيجاتيف فاليو، لو انت مختار حاجه فوق 26 هيصفرها لك. اليونت ويت خلاص، ايه الادد يونيفورم فاليو بير يونت اريا دي؟ يعني لو انت عايز تضيف على دي كمان حمل يونيفورم، يعني فوق دي في حمل ميه بس انت مش عايز تدخله في الحسابات، فانت هتضيف عليه حمل يونيفورم قيمته قد ايه مثلا؟ بواحد. زياده امان يعني؟ لا مش زياده امان ولا حاجه، يعني لو عندي انت موصف الخزان كده بس هو الخزان في الحقيقه كده، فانا موصف الجزء من اول من هنا، فانا هقول له فانكشن في الحته دي هيرسمها لي مثلث، انما الحته دي ما حسبهاش، فاروح اقول له ضيف لي حمل يونيفورم كمان بقد كذا اللي هو جاما ووتر في الاتش دي. انما الخزان بتاعي مفيش فيه الايه؟ مفيش فيه القصه دي، اقول له اوكي. اخر نقطه بقت الارتفاع الفاليو بتاعتها بكام؟ ب 62. كل ما هتطلع لفوق هتلاقي الرقم ده بيه ايه؟ طيب انا عايز اعرف بقى ديفاين لود باتر، اعرف مين؟ الديف، وبعد كده اللايف، واقول له نوع لايف وات وي ووتر بريشر، وخليه اذر مثلا، وات وي الووتر بريشر، عندي كمان الويند هو نوع ويند، واقول له ايه؟ هات، واقول له اوكي. لا ويند كفايه. طيب اقول له سيلكت
جيت بريفيوس سيلكشن اختار لك اخر حاجه انت اخترتها. سيلكت جيت بريفيوس سيلكشن يجيب لك اخر حاجه انت اخترتها. انت عايز تعرف ايه؟ اقول له اساين اريا ايه؟ اريا لود سيرفيس بريشر. اعرف مين؟ ووتر بريشر. اللودد فيس انت هتحمل التوب ولا البوتوم؟ التوب يعني انت هتجيبه على اللون الاحمر. البوتوم اللي هو اللون البنفسجي ده، عشان كده قلت لك خلي اللون كله ايه البنفسجي لجوه عشان تقول له البوتوم على الكل. واقول له باي جوينت ايه؟ باترن اللي اسمها مين؟ الديفولت اللي انت لسه معرفها اللي هي الارقام دي. طيب المالتي بلاير بواحد. واقول له ريبليس واقول له ايه؟ اوكي. ده ضغط الميه اللي انت عرفته. ده ضغط الميه جاي على الجنب ده من جوه لجوه لبره. وهنا من فوق لتحت وهنا من ايه؟ داخل لبره. لو انت معرف حاجه من دول بارتفاع غلط او معرف اللون الاحمر مش مظبوط هتلاقي الضغط مره بره مره جوه هتلاقي مش مظبط معاك زي كده. اقول له سيلكت سيلكت بروبرتيز اريا سيكشن عايز الكفرنج ايه؟ كفرنج يكون واقول له سيلكت وكلوز واقول له اساين اريا لود واقول له يونيفورم ايه؟ يونيفورم شيل هروح ضايف عليها لايف لود بقيمته بكام؟ بقيمته بواحد واقول له اوكي. تمام كده؟ عايز تعرف ايه تاني؟ عايز اعرف اخر حاجه الويند. مش الويند هيتعرض للمحيط الخارجي بس ملوش علاقه بالجزء اللي جوه. هشيل الشافت هشيل الشافت اللي جوه دي واللور سلاب. سيلكت سيلكت بروبرتيز اريا سيكشن انا اخترت كل حاجه دلوقتي واختار اللور سلاب والشافت واقول له دي سيلكت. تمام وكلوز اقول له فيو شو سيلكشن ايه؟ شو سيلكشن اونلي. يعني انا من دول استثنيت مين؟ اللور سلاب والشافت. دي الديسجوينتات بتاعتهم مش هم. اقول له فيو سيت 3 دي فيو اجيب مين؟ الاكس زد والابريتشر بصفر واقول له اوكي. انا عايز اعرف على ده ضغط الرياح. مش ضغط الرياح بيساوي السي في الكي في كيو؟ سي في الكي في كيو. طب السي مش هيساوي 8 من 10 على الوجه المقابل للرياح ونص على الوجه اللي مش مقابل للرياح؟ سالب نص قلناها كومبريشن وقلناها سكشن. يبقى ده اول وجه مقابل ليك ب 8 من 10. الكي قلت لك تحت ال 10 متر بواحد فوق ال 10 ال 20 بواحد بكام؟ ب 15. هنشتغل على الكريتيكال مثلا بواحد و15. الكيو قلت لك في المنطقه بتاعتنا بنص. تروح حاسب الثلاثه دول يبقى اقول له اساين اريا لود سيرفيس بريشر. هضيف المره دي مين؟ ويند. اللودد فيس المره دي مين؟ التوب. بقول له باي اليمنت والبريشر قد ايه؟ 8 من 10 في الكي في 1.15 في الكيو بنص. بقول له اوكي. طب ريبليس ولا اد تو؟ لو قلت له ريبليس ما عنديش مشكله. هضيف لك ضغط الرياح على مين؟ على ده. طب انا عايز الجزء الثاني اللي لسه ما اتحملش. اقول له اساين اريا ايه؟ لود سيرفيس بريشر. برضه ويند قيمته بكام؟ سي في الكي بواحد بوينت 15 في الكيو بايه؟ بنص. واقول له ريبليس اوكي. الضغط ده جاي من جوه ليه؟ لان ده ايه؟ سكشن مش سالب. ديسبلاي شو اند فورمت شيف مش عايز احمل تمام معايا واروح معلم على القاعده بتاع الخزان واقول له اساين جوينت ريسترينت وايه؟
ريستريند واخليه ايه فيكسد واقول له اوكي بس كده خلص حل. اروح على الموديل دي بس واقول له ايه دونت ران كيس.